تحياتي أصدقائي. التنبيه الثاني، هذا التنبيه وصلني من لحظات. Page notifications confirm moderator issue tagged you in a post. طبعا حبيت أعمل هذا الفيديو قبل ما أفوت على التنبيه، لأني حسب خبرتي هذا عبارة عن عملية سكام. فخلينا نفوت مع بعض ونشوف، ننتظر لغاية لما تفتح بس التنبيه، شوف الطريقة اللي عاملينها. Your page has been reported by other about lying or fraud. To prevent this we need to verify your account. بقول انه تم التبليغ عن صفحتك من خلال الاخرين بسبب عملية تحايل. To prevent this we need to احنا لحتى نمنع هذا الاشي لازم تأكد حسابك. Please confirm the repair of your Facebook account. يعني أكد حسابك. Follow this link من خلال اتباع الرابط التالي. If you don't confirm, our system will automatically block your Facebook account and we won't and you won't be able to use it anymore. يعني إذا أنت ما عملتش confirm حسابك راح يسكر. وشكرا للملاحظات. طبعا شوف عاملين كمان منشن هان لشغلات أو لأشخاص مختلفين. طبعا أنا هذه اسم الصفحة أو اسم حسابي، فهو عامل بشكل إيش، بشكل تلقائي. بس خلينا نكتب له سكام دونت ابلاي جايز كتحذير للي موجودين ما عملوا لهم منشن. وفي نفس الوقت لما تشوف منشورات زي هيك بتنقل على 3 نقاط في الاعلى وبتعمل ريبورت. تمام، دائما يعني لازم تعمل ريبورت، لانه مثل هيك صفحات تتحايل على المستخدمين لحتى تسرقهم، تسرق حساباتهم. سبام، هيت سبيتش، تيرورست، هي عبارة على سكام. ف something else، خلينا نشوف وين السكام موجود ونبلغ عن هاي الصفحة. كثير من فرود أو سكام، تحايل. تمام، next. كثير من المستخدمين بيعملوا صفحات وبضيفوا فيها رابط تحايل. تمام، does this goes against yes I believe، نوضع صح في هاي المربع ونعمل report. بيعملوا صفحات بأسامي صفحات، بيعملوا صفحات بأسماء إنه بيج مودريشن أو فيسبوك أدز أو غيرها من الصفحات اللي بتشبه الصفحات الرسمية، وبيعملوا منشن لصفحات متعددة وبيهددوهم إنه صفحتك ممكن تسكر، صفحتك ممكن يتم إغلاقها. من هاي الأمور اللي ممكن إنه الشخص يوقع ضحية في عملية التحايل. طبعا عملت عليها تبليغ، مجرد وقت فيسبوك لما يراجع راح يحذف هذا المنشور، وهذا التعليق طبعا للمعمول لهم منشن في هذا مثل ما انتم شايفين، لحتى انهم ما يفوتوا على هذا الرابط ويعبوا. طبعا هذا الرابط لو بدنا نفوت عليه راح يطلب مني يوزر نيم وباسورد. لاحظوا راح يطلب مني يوزر نيم وباسورد اكيد، يعني او معلومات خاصه يطلبها، بحيث انه هذه المعلومات يعني تعطيه صلاحيه، تعطي لهذا الشخص صلاحيه انه يفوت او يستولي على صفحتي. تمام، خلينا نشوف هذا الرابط ايش بيحتوي. طبعا اغلب عمليات الاختراق اللي بتتم على السوشيال ميديا بتتم عن طريق التحايل، مثل ما حكيت لكم لو فتنا على الرابط بطلب اسم مستخدم وكلمة مرور. ممكن نكتب له مارك، لو بلاش مارك، او ستوب فرود. اوكي، why stop fraud. لما تحط لوجين المفروض انه البيانات اللي كتبت التهانة تكون مخزنة عنده، في تخزن عنده يعني يقدر يوصل لها. فستوب سكام، ستوب فرود، لما يفوت يشوف السجل اللي عنده راح يشوف ان انا كاتب له هاي الرسالة. اوكي بابا وي فينيش. هذا بالنسبة بس للتنبيه اللي وصلني وحبيت اني اشرح لكم عنه شوي، لانه واضح جدا انه بما انه الاسم page notifications confirm moderator issue، واضح من الاسم انه عملية سكام، فمباشرة عملت لكم هذا الفيديو. ما تنسوا تشاركوا مع اصدقائكم خصوصا الصفحات الموثوقة، لانه هي دائما المستهدفة.